بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كيراكم البنات؟ تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم يعني مشروع تاع الأشجار هادو اللي درتهم. كاين اللي يعني قلت لكم اللي داوهم هادو اللي غرستهم يعني باش للعام الجاي. يعني هنايا أنا نخليهم يكبروا. شوف هنايا ما شاء الله كبروا، ماشي كما اللي داهم السيد مرة الأولى. هنايا البنات كيفاش نديروا؟ نجيبوا البيادن كيما هادو. داك نوري لكم البنات كما هادو. البنات هادو تاع الزيتون، شوفوا هادو يعني يحلهم مول الحانوت كيكملوا له يحطهم. اللي بغي يدي منهم. انا يعني نعرف الحانوت يخليهم لي، نجي نديهم ونقطعهم منا هادو كامل نكملوا هو يكونوا محلو، بصح نخلي شويه باش يبلى ومن بعد نثقبهم منا. طبهم هذا هنايا ولا تاع الزيت البنات كيف كما هذا تاع الزيت طياب صانكو. سمحوا لي كيما هذا ونضغطوهم ثاني مليح ونديرو فيهم. المهم البنات انا وريت لكم بيادن، دوكا شوف كيفاش نديرو. كيما هنايا انا درت هنايا هذا الشجر تاع اللوز، هنا كي راني درته وشوفوا شحال خرجت لي مسجره، يعني نجحت لي كاسي الحبات اللي درتهم هنايا في ضربه واحده نجحوا لي. دوك كيفاش نوريكم كيفاش نديروا نقلعوه. ها البنات انا جبت هذه اللوحه هنايا، شوف مضري نقلع بها، شوفوا هكذا جايه ولا اللي عنده موس يخدم بها، انا راه الموس بعيد عليا. هنايا ندخلو ونبداو نحفروا غير بشوي باش ما نخسروش السجر. البنات هنايا قبل ما تقلعوا باسكو في ثلاث ايام هكذا واحد السخانه يعني تاع الصح تخافوا السجره تذبل لكم وتموت. نقلعوها كي ما تكونش السميشه البنات، وتكونوا موجدين التربه اللي ديروا فيها. كيما دوكا انايا راني موجده التربه بصح مازال ما لاخرتهاش، على هكاك لازم نسقموها مليح. لو كان نسقمها مليح هكذا يعني نحرفها ولا نعاود نخرجها كاع من البو نفرخها كيما راه هنايا كيما راه هنايا باش نعاودو نعمرو. هذه هي البنات. دوك هنايا دوك كي نقلع نوريكم كيفاش ندير نغرسو غير بشويه، ندخلو مليح ونبداو نطلعو باسكو لا ما نقدروش نحلو ما معنى هذا نحتاجو. كي ديروها كتسيبوها راخيه جبدو، الا ستوها مزيره ما تجبدوش البنات بالك باش العروق تاعها يكون وصلوا حتى لتحت. ودخلوا يديكم غير بشويه ولادي، يعني خاصه اللي جا تاع دركا هنايا. هاي البنات شوفوا كي طرطق، شوفوا اللي جا تاع دركا يعني ما كاش خدمه ما كاين والو، يعني يبداو يخدموا على رواحهم. انا ديجا درت لكم قلت لكم شمخوا سمحوا 24 ساعة، يعني درت لكم كامل طرق، يعني هذه الطريقة الأخيرة وعليها نبيعو. شوفي البنات هذا يعني يبس ما داش، أنا ما بغاش البنات تقلع لي نخاف عليه. دوك نروح نجيب حاجة ونعاود نرجع لكم باش نقلع بها. أنا يعني جبت البنات وجيت شوفوا أنا جبت هذا الموس موافا نخدم به. هنايا نثقب بيه كامل بصح علاه هنا ما نطيبوش نديرو الكادومة. انا ديجا قلت لكم لازم تكون عندكم كادومة، صح انا ما نقدرش ندخلها هنا. هنايا انا الغلطة اللي درتها رميت يعني درت بزاف الحبات اللي هنايا غير بشوية. باش تولي هكذا نقصو التراب منو غير بشوية بشوية حتى نوصلو البلاصة اللي رانا محتاجينها حنايا، المهم باش ما يتقطعلناش العروق تاعها.
يعني هذه الطريقة شوية صعيبة يعني خاصة المبتدئين. شوف هيا دوك يعني بصح عفوا بصح مليح باش توالفوا يعني اليوم تخسروا ومن بعد مرة أخرى ما تخسروش إن شاء الله. هناك تنصابت البنات لي تسع مشا كطوالت شوف لي في قبلي قعدت هكاك صغيرة. هذه البنات نخليها هذه نخليها في السر نخلي غير واحدة نعاودو نطبعو هكا نطبعو مليح 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 ونخليها زعما دوكا هذه صحيح هذه دوكا نخليها هنا ان شاء الله حتى عمل جاي زيت طوال ونكملو ان شاء الله كي تكبر ان شاء الله نوريكم كيفاه دوكا البنات نوريكم كيفاش نديرو نغرسوهم. هنا البنات كراني قلعتك نوريكم كيفاش نديرو نغرسو هادو. هنا يشوفوا يعني مجدة تراب مجدة تراب هنايا المهم ما تخلوش يقولوا خلي نديروا في الماء يبات ولا لا نقلعتوه كملوا على هكا انا نقلع غير بشويه ها وتبداو مانيش حابه يعني ديروا يعني بهذا هكذا ما ديروش هكا ما ديروش هكا لا لازم تحفظوا احسن هكا وتقلع ها المهم كي تكملوا كامل اسقوه ما تخلوش دوك نوريكم كيما هنا البنات هذه اش ندير راه هنايا راهي وحده ندير لها هكا باش تقدر تمشي شوفوا هنايا وحده راهي حتفوض نصا خليها معليش هكذا هنا نجيب المهم دخلوا غطوا غطوا مليح العروض ما يبانوش يعني شوفوا خرج لي واحد نغطيه هاي البنات هنايا يعني سمحوا لي حتى ولادي يعني خاوتي ذكورة ولادي كامل خاصة انتوما انا كما لهنا راني غير في داري البنات راني نسنى وندير هكا يعني يعني باغي ندير المشروع تاع المشتري تاع الاشجار المثمرة هذه هي اللي بغيت نوصلها لكم البنات. وهنايا هكذا كاين بزاف اللي يحطوا في السوق يشرو يعني تحطوا في السوق يشرو انا ما عنديش شكون يقعد لي في السوق يبيع لي صبحوا لي شوفوا يديا وثاني شويه البنات راني عيانه مع راني في الكوزينه نطيب وما كنا غير زعما غطيت خضوري جيت هنا قباله ندير فيديو على كيك شويه عييت كوزينه كما عرفتوا الكوزينه واعره بزاف هذا يطرب هيا بزاف ما نطيقش ندحكم فيه
انا المهم البنات يعني ما نديروش هنا. يشوفوا التربه كانت مصنوعه، شوف يعني هذه سمعتها، شوف كوجدها هذه، وقيلا نديرها هنا هاكا. انا شوفوا البنات هذه شجرة اخوخ، درتها اخوخ مع ناصح يعني ماشي كامل ينور. هذا تراب ما شاء الله، شوف كي ولا خفيف. هذا الكبه اللي نشوه، شوف هاك تغير بشويه البنات، وباش متعلمين كيفاش نزرعوا يعني حرفة اليد هذه ثاه ماهيش ما تروحش بلا قرايه بلا. البنات تقدروا ديروا بسكو على امهاتنا وجداتنا اللي كانوا يفلحوا الاراضي تاعهم على قراف الساكن اللي كل ما شافوش. دوك البنات هذه ما نديرهاش، هذه ما نديرهاش، فيها تراب بزاف وكان ما التراب تاعها مليح. دوك انا نجيب هنايا ونبدا نسقي. شوف التراب تاعها يابس بصح شوف من تحت كيفاش شبع، خاصة كي ديروا لها يعني الاوراق وكاع، شوف كيفاش خرج هذاك يعني غير بالاوراق وكاع. والله حرقت لي سويش البنات، كنت في لاتيغاس قبيله حرقتني سخانه، حرقتني تاع الصح. نفرغ نقص شويه باش نقدر نخدم. ان شاء الله تكونوا قد فهمتوا. والبنات مانيش نصور كامل، راني نخدم انا نخدم والكاميرا دايره من جهه اخرى، سمحوا لي حسبت روحي راني نصور. هنايا شوف تربط يابسه البنات، قلت لكم يابسه وما طقتش ما شفتش بلي مانيش نصور. انا نقص من هاد التراب البنات ما شفتوش. المهم ديروا الشجره في الوسط ما ديروهاش في الطرف. كي تذبل غير شويه معليش ما تخافوش، المهم كيما تروح كاع فما ما نحبوش عليها. والاحسن احسن يعني ما تقلعوهاش في مشيها تشوفوها دبالت تروحوا تقلعوها برك هاك زير هكذا. هذه هي البنات، باقي لي زوج شجر دوك نكملهم ونعاود نرجع لكم البنات. هنا البنات بعد ما غرستهم كامل دوك نسقيهم. ماشي ما كملتش كامل بناتي لا، يعني غير اللي درت لكم وكان اخر دوك نوريكم اللي مازال ما كملتهمش. شوية مع نخدم ونصور البنات سمحولي سمحولي ما قدرتش. شوفوا شوفوا ما شاء الله، يعني اللي تسيبوها نشفت من الماء عاودوا سقوها هكا ومن بعد ما تزيدولهاش. كما هذا نوجدوا ونشربوا مليح باش يولي طري. والاخر ان شاء الله البنات تكونوا فهمتوا. دوك نغلق العين، ما حبيتش نخلي الماء يسيل
رحت غلقت الماء وجيت تسمحوا لي البنات. مهم ان شاء الله تكونوا فهمتوا مليح كيفاش الطريقه اللي نقلوا فيها، يعني ما تخافوش عليه ولا هو شربناه. هو شوف يعني شوف هذه هي البنات، وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. ما تنساوش غير دعمي ويعني تشجعوني باش نزيد لكم اكثر واكثر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنساوش البنات اللايك.